فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العصر، فما الواجب عليه؟ تأتي بركعة، لأن الركعة هذه بطلت، تركت ركن منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تأتي بركعة بعد السلام، وإذا لم تذكر إلا بعد مدة تعيد الصلاة كلها لأنها ما صحت. نعم.